وكانت هذه الحلقة التي بثت مع الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة في 24 من مارس من العام 99 ليلة اختياره رئيسا للجزائر من الحلقات العاصفة، حيث كان أول قرار اتخذه الرئيس بوتفليقة بعد اختياره رئيسا للجزائر في اليوم التالي لبث هذه الحلقة هو إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الجزائر الذي لا زال مغلقا حتى اليوم، ويبدو كما يقول بعض المراقبين أنه سيظل مغلقا طوال بقاء الرئيس بوتفليقة في السلطة. نشاهد مقتطفات منها. سيد عبد العزيز، لا أرجو لا أرجو لا ألا لا تنسى لا أن دوري هو أني محاور وأني أطرح ما يطرح في الساحة، ولست أنا الذي ألقي هذه الاتهامات. أنا لست في موقع ادعاء. سيدي أرجوك، أنت مرشح للرئاسة، دورك الآن تروج لإشاعات. أنا لا أروج سيدي، أنا أسأل عن هذه الأشياء. تروج من أين أنا عرفتها؟ إشاعات خطيرة ضد نظام الرئيس بومدين، وأنت لم تسأل. عفوا سيدي، نعم أرجوك، أنت لم تسأل أمس في التلفزيون الجزائري هذا السؤال؟ هل هذا اتهام لي أني أسألك عن أشياء منشورة موجهة لك وأفتح لك الفرصة كاملة لكي تدافع عن نفسك في الموضوع؟ أنا عملي ومهمتي هو أن ألقي التساؤلات الموجودة في الساحة. فضل يا سيدي، فضل أن أسألك عن المسؤول عن الاغتيالات السياسية التي وقعت في عهد الرئيس بومدين، وأحملك مسؤولية كل ما تقول لأنك تروج كلام خطير حول نظام رئيس بومدين الذي يعتبر العهد الذهبي منذ استقلال الجزائر في هذا البلاد. هناك أيضا اتهامات كثيرة موجهة إليك من المرشحين الآخرين وعلى رأسهم يوسف الخطيب مرشح الرئاسة، الذي يتهمك بأن لديك ملفا يتعلق باختلاسات تضمنت أكثر من 40 مليون دولار أثناء توليك المسؤولية في الفترة من 64 إلى 78، وأن هذه الأشياء لا زالت مفتوحة أمام مجلس المحاسبة. ما تعليقك على هذه الاتهامات التي تملأ الصحف؟ والله لو أعتقد أن احنا إلى حد ما يعني بالنسبة للدول الأخرى دولة قانون، وأعتقد أن لو كان هذا له شيء من صحة لكنت أمام العدالة أو وراء القضبان.